هي بتقول بالنسبة للثوب، بالت الجارية الصغيرة بالت على ثوبها. إذا كانت الجارية الصغيرة بالت على ثوبها فإنها تغسل هذا الثوب، ليس لازما وليس واجبا أن تغيره، ولأن الشرع جاء يفرق بين الصبي وبين الجارية. إذا بال الصبي على الثوب النطح يكفي. المسألة جاءت مخففة على الصبي لأن النفوس مجبولة على حمل الصبيان دون الجواري، فالنطح على الثوب يكفي. أما إذا بالت الصبي